كل سوق. عايز اقول لحضراتكم واحد من الانديه القاهريه اللي ممكن في ناس كتير ما تعرفهاش، في نادي قاهري اسمه النادي المصري، النادي المصري القاهري. النادي المصري القاهري كان المقر بتاعه كان في عين الصيره، والارض بتاعت النادي المصري القاهري دخلت في اطار التطوير اللي بيتم في هذه المنطقه، يعني في مصر القديمه. فكان في قطعه ارض، تخصيص قطعه ارض جديده بديله للقطعه القديمه، والنهارده كان في احتفاليه بقى بتسليم هذه الارض، ما شاء الله اكثر من 6 فدان، وتم اعتماد المخطط والموقع والاحداثيات، تم الاتفاق على قيام الجهه المنفذه بتكليف المقاولين، وهينتهي ان شاء الله تسليم النادي خلال 6 شهور. وزاره الشباب والرياضه عقدت لقاء مع مجموعه كبيره من الشباب ومن الفتيات اللي طبعا ليهم نشاط مهم في النادي ده، زي ما حضراتكم شايفين في الصور حاجه محترمه، ده التصميم بتاعه، حاجه باذن الله تليق بهؤلاء الشباب، وكنا موجودين وكان لنا التقرير ده في هذا الاحتفال. في احتفالية كبرى نظمها النادي المصري القاهري لبدء وضع حجر الأساس لمقر النادي الجديد بعد إخلاء المقر القديم نظراً لعمليات التطوير الكبرى بمنطقة مصر القديمة، تم استعراض التصور الهندسي للإنشاءات اللي هيتضمنها النادي من ملاعب متعددة الأغراض وحمامات سباحة وصالات للألعاب الرياضية ومناطق مخصصة للأسر والأطفال. إحنا إن شاء الله بنبارك هذا المكان، أكيد احنا يعني دعم كبير للقيادة السياسية في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيديه للقطاع الشبابي والقطاع الرياضي غير مسبوق. فخامة الرئيس وجه بتطوير هذه المنطقة زي ما بيوجه بتطوير كل مصر، احنا جزء من هذا التطوير في هذه المنطقة اللي هتشهد طفرة كبيرة جدا. المنطقة مصر القديمة وجوارها بتشهد طفرة كبيرة جدا زي كل مكان في مصر. نادي مصر القاهري في المكان اللي قبلينا ده كان المكان القديم بتاعه، لما ابتدت الشباب تعرف ان تم تخصيص ارض جديده ليهم، وان هيتبني نادي في 6 شهور، وان النادي بالشكل اللي حضرتك شايفه يعني افضل من القديم بكتير جدا، الكلام ده خلى جوه الشباب كمان حب اكتر، مش اكتر من حبهم الطبيعي للقياده السياسيه للحكومه. من ضمن الحاجات اللي هي كمان هيتم تنفيذها هيتعمل محلات على السور بتاع النادي، محلات سور النادي ده بالتعاون مع الصندوق وبالتعاون مع الوزاره، والعائد اللي هيجي منه، العائد اللي هيجي منه اعتقد بنسبه كبيره جدا هيغطي كل التكاليف اللي مطلوبه جوه النادي، بل بالعكس كمان يمكن تزيد. النادي المصري القاهري بيعتبر منشأة رياضية كبيرة ساهمت في تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، وبيقدم خدمات مجتمعية كاملة لحوالي 20,000 من الأعضاء والأسر. وحاجة جهد مشكور أساساً يرجع الفضل لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دايماً نصير ومتحالف ومتضامن مع الغلابة أساساً، ودايماً عايز يجعلهم مكان واخد براحتك يليق بالأهالي بالأنشطة الرياضية وبالمجتمع، يعني كل شيء طيب يسعى لي هذا الرجل. وخاصة يعني شايفين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة القصيرة أطلق حياة كريمة على مستوى جمهورية مصر العربية، هتلاقيها حضرتك في العزب والكفور والنجوع على مستوى جمهورية مصر العربية. شايف إن الشباب المصري شباب مكافح وشباب مجتهد الحقيقة، يعني لما حد بيحب يعمل حاجة بس هو احنا كنا زمان ما كناش لاقيين الدفع، لكن النهاردة بعد الدفع اللي احنا لقيناها فأعتقد ان الشباب المصري هينتقل بالدولة المصرية لمكان أفضل بكتير. الاحتفالية شهدت مؤتمر حواري لتنمية الوعي الوطني للشباب، وشارك فيها مجموعة كبيرة من الفتيات من الفرق الكشفية وأعضاء برلمان الشباب والطلائع. فخورين جدا بوجودنا في مؤتمر تنمية الشباب، بينمي ذهننا بان احنا نقدر يبقى عندنا توعية للمجتمع. لازم نكون قد ثقتهم فينا، ولازم ان احنا نطور من نفسنا، لانهم هم بيعملوا على تطويرنا اصلا عشان احنا جيل المستقبل اصلا. الاهتمام بالرياضة والوعي العام لدى الشباب نهج سنته القيادة السياسية من خلال برامج واضحة لتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب، بدأت بالمشروعات القومية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية، واللي من خلالها ظهر كيانات سياسية واجتماعية كبيرة حققت نجاحات كبيرة. من مصر عمرو موسى.